غير توقف الحوار هذا كذوب، هذا من المشاكل الكبيره اللي كاينه. الحوار ما عمره ما توقف، بل اكثر من هذا، الوزاره عيطات على الطلبه وقالت لهم اجيو، قالوا لها لا ما بغيناش نجي. هذا هو اللي ما بقاش معقول. ملي كنتكلم على هذه المهنه، هذه راه مهنه نبيله وكبيره، واللي ما كنقادش عليها خصو ما يجيش ليها نهائيا. كنتكلم معكم بصراحه كبيره. واش عرفتوا الدياغرام داك ماسلو؟ راه الاطباء تيكونوا الفوق هناك. انا ملي كنديروا الاجتماع الحوار وما كيجيوش على شكل اخر، وملي كنديروا الحوار وكنقولوا ها كاين، خصكم تمشيو تعطيو وتقولوا للطلبه اكزاكتومون شنو درنا. ماشي اما اغلاق الكليه، هذا ما عنده حتى شي صحه. ولكن الا ما كنتو مقاطعين وما كتقراوش، علاش غادي نحل لك الكليه؟ شنو هو هذا؟ واش الكليه ولات جرده؟ الا كنتي كتقرا وكتجي باش دوز امتحانات الكليه مفتوحه، ولكن الا ما بغيتيش تجي دوز امتحانات وما بغيتيش تجي تقرا، علاش غنحل لك؟ اش غادي ندير الضوء؟ اش غادي ندير الماء؟ واش هذا ماشي معقول. اما بالنسبه ل 20% ديال الزياده ديال الطلبه، انا كنطلب منكم، ياك نتوما كلكم صحفيين، غادي تمشيو للكليات ديال الطب وغادي تدخلوا، غادي تاخذوا لي فيديو، غادي تاخذوا التصاور وتشوفوا واش لي زونفي تياتر عامرين ولا خاويين. غادي تلقاو بهم من خاويين. علاش؟ لان الدروس ماشي ملزمه. داكشي علاش سميتها فاكولتي. داكشي علاش سميتها فاكولتي. ودابا باش نوليو نقولوا بان زدنا الاعداد، هذه راه بلاد، هذه راه بلاد. واش بغيتونا نمشيو نجيبو منين غنجيبو الاطباء؟ راه خصنا نكونوا ولادنا. دونك خصنا نزيدو بالاعداد، لان السيد الوزير تكلم ليها قبيله، خصنا 34,000 طبيب باش نبقاو نتفرجوا. دونك خصنا نزيدو. والحكومه خصكم تشوفوا الموارد الماليه والبشريه اللي درنا، ما عمرها ما كانت في التاريخ ديال كليه الطب. دونك غير هذه السنه هذه 600 نصيب مالي على صعيد الكليه. اسمح لي يا سيدي الوزير، انا غير باش نزيد نوضح واحد الامر، بغيت نحط سؤال، بغيت نجاوب سؤال. شكون اللي كيحط الاستراتيجيه ديال التكوين؟ واش الطالب ولا الدوله؟ القطاع الدوله هو اللي عارف الاكراهات، هو اللي عارف شنو هما الحاجيات ديال المواطن، هو اللي عنده الرؤيه العرضانيه كامله، كيشوف كل شيء. والطالب شنو يمكن باش الطالب يمكن يكون عنصر في التحول ويعاوننا بافكار، ولكن ما يمكنلوش يفرض التوجه اللي بغا هو، لان الدوله عندها تاريخ كيحاسبها. اليوم عندنا اكراه ديال المواطنات والمواطنين اللي خصنا نعالجهم، خاصني نكون وعندي خريطه ديال الحاجيات، عارف شحال الحاجيات خاصني في كل جهه. ولهذا قلنا حتى التراكمات ديال 50 عام واللي وصلتنا لهذه النتيجه، شنو هو الاصلاح اللي يمكننا نديرو؟ هو هذا الشيء الجديد اللي الثمار ديالو غنقطفوها في السنوات المقبله ان شاء الله. ودرنا التدبير الجهوي باش يكون التكوين جهوي، باش كل جهه تكون على حسب الخصص ديالها. كل كليات الطب طلع العدد ديال الطلبه ديالها وتكون حسب الامكانيات ديالها والمؤهلات ديالها. ملي كنقول انا تكوين لا فاكولتي، وانا قريت في الفاكولتي ديال الميديسين، شو با اوبليجي باش نكون انا كل دائما جالس في الكور. كيمكن تكون عندي الحراسه والكور كيدار ونجي ناخذ الكور ديالي. واليوم الوسائل ديال التعليم تبدلات، كاين المحاكاه وكاين الانترنت وكاين الانتيليجونس، وخصنا نمشيو مع التطور التكنولوجي. راه اليوم الطب غيتبدل، راه الطبيب ديال غدا ماشي هو الطبيب ديال اليوم. الطبيب ديال غدا خصو يكون مهندس ويكون طبيب ويكون انفورماتيسيان باش يمكن له يتجاوب مع التطورات التكنولوجيه. وهذا شكون اللي غيدير هذا الشيء هذا الا ما كانتش الدوله هي اللي قايمه بهذا الشيء هذا وتمشي مع التحول؟ لان هذه راه حرفه، هذه راه مهنه. ثانيا كتقولوا لي التدريب، ما التدريب علاش درنا هذا الاصلاح اليوم؟ حيت المفهوم ديال التدريب كان كيكون غير في المراكز الاستشفائيه الجامعيه، واللي وصلنا لواحد النهارات ان المراكز الاستشفائيه الجامعيه كتقول لك انا القدره ديالي ديال التاطير ولات قليله. واش شنو هو الحل اسيدي؟ اجي نديرو مجموعات صحيه ترابيه، جميع المنشات الصحيه والمستشفيات اللي كاين في الجهه كلهم كيخضعوا لغطاء واحد وكلهم كيوليو مراكز ديال التدريب. اذا ما بقاش عندي المشكل ديال الاماكن ديال التدريب،
فين عندي الاشكال؟ عندي الاشكال ديال المؤطرين. اللجنه الاستشفائيه الجامعيه اليوم اللي غتخرج بقوه القانون عندها صلاحيه انها تختار المؤطرين في جميع المستشفيات. انا تعلمت مع الممرض، تعلمت مع الطبيب العام، تعلمت مع السبيسياليست قبل ما نتعلم مع الاستاذ. ملي كنمشي كنتعلم بالدرجات، الله يجعلني نتعلم حتى مع البرونكاردي كيفاش نهز المريض ونحطو. اذا راح في امريكان اليوم ملي كدير البريمات وكتطلع للسلوبيطال راه كتبدا من البرونكارديو وانت طالع كتعلم جميع المشاكل ديال الطبيب والطب. فبالتالي التكوين راه عنده القوام ديالو. ولهذا ملي كنقولوا اليوم هاد الحلول اللي جبناها اليوم جبناها باش تعالج هاد المعضله اللي عشناها 50 عام ديال التراكمات. وملي كنقول انايا انه سميتو المستعجلات كما جاء على لسان السيد الصحفي ديال العمق كيقول لك كيفاش غادي يدير ساتيه مريض، وحنا جبنا حلول اليوم، جبنا نموذج جديد. سيزيام اني كيولي طبيب خصنا الاطباء العامون، لان المستعجلات ما خصهاش تبقى تقتصر هي على الطالب ديال ساتيه اني، خاص يتبدل هذا الشيء وتجاب الوظيفه الصحيه اللي هي كلها وظيفه صحيه في اطار الوظيفه العموميه ديال الصحه. وهذا علاش كنقولوا الوظيفه الصحيه؟ لان كتعطي استثناء ديال القطاع الصحه، ولا راه ما غاديش يكون استثناء. كيفاش يمكن لي انا نخدم في القطاع ديال الصحه بواحد النموذج ديال الوقت خاص به؟ واش دابا الطبيب الريني ما خصو يدير بحال واحد قد الموظف؟ ما يمكنش. الا بغيتي نديرو في الوظيفه العموميه خصو يكون بحال واحد الموظف يخدم، ولا ما يمكنوش يدير 8 24 ولا 10 ولا 12 36. إذا بغينا خصنا الناس يكون عندهم واحد الوظيفة خاصة بهم. كذلك إذا بغيت نعطيهم التعويضات على الحراسة ونعطيهم تحفيزات خاصة بهم، خاصهم يكون في إطار الاستثناء اللي عطاه لهم القانون في إطار الوظيفة الصحية. أنا كنظن هذا الشيء كله، ماشي كنظن، أنا متيقن، لأن كل شيء اللي بدأ امتيازات كبرى خاصهم يهضموها باش يعرفوا هذا هو الطريق الأفضل والأمثل للتعليم ديالهم والتكوين ديالهم. تفضل السيد الوزير، لكن شي مازال عندك شي إضافة؟ لا، بغيت غير نزيد بأن نعطي غير بعض الارقام. اليوم حلينا كليه الطب في الرشيديه، كليه الطب في بن ملال، كليه الطب في قلميل. من قبل كانت 22 من الجهه ديال بن ملال الخليفه 22 طالبه وطالب اللي كيدخلوا لكليه الطب في المغرب في الجهه كامله. ملي كنديروا الانتقاء كيديروا لي كونكور 22. اليوم 150 طالبة وطالب عطينا للشباب ديالنا في الجهات باش يديروا، وكذلك قلمين كانوا 10 اللي كيتخادوا في كلية الطب. اليوم حلينا كلية ولات فيها 120 ولا 150، والرشيدية كذلك. اشنو بغينا؟ وبغينا نفتحوا المجال لجميع الشباب باش تكون عندهم فرصة جديدة باش تاهم يديروا كلية الطب عوض ما يمشي لأوكرانيا ولا يمشي لشي بلاد أخرى. حنا بغينا نديروا الطب في المغرب باش نخلي وليداتنا ونقريو، حنا عارفين الجوده ديالنا. بالله عليكم، واش دابا كتصوروا بان حكومه وجود الوزراء اللي دايرين في هذا المجال زعما عند نفس الصباح وقلنا غادي ننزلوا من 7 سنين ل6 سنين، زعما غير فقنا في الصباح وقلنا اش غادي نديروا اليوم يلا نديروا شي حاجه؟ واش زعما حنا ما كنخدموش، ما عندناش خبراء، ما عندناش عمداء، ما عندناش اطباء اللي مغاربه وخارج اللي عايشين في المغرب وخارجين على برا؟ كنديروا الصالح العام، الصالح العام والاولويات ديال بلادنا، ما كناخذوش شي قرار غير هكذا. وبغيت كيف ما قال السيد الوزير، هذا القرار اللي خديناه وراه عامين هادي وكلشي كنتفق، الاساتذه باغيين، الطلبه باغيين، كلشي فرحان. علاش تغيرت اليوم؟ علاش؟ انا عندي تساؤلات كبيره. كنقول شي حاجه وقعت، كاين اللي تيجي تيقول لي درنا 6 سنين باش ما بغاوناش نمشيو لفرنسا. نقولوا حنا كاع درناها غير على حساب، واش حنا دابا دوله وكنخمموا بحال هكا؟ كنخمموا باش نديروا باش، ماشي هذا هو السياق. حنا كنخدموا لبلادنا، وفرنسا راه تخدم تابع عامين تخدم، راه رومانيا 6 سنين وكيمشي لفرنسا ما كايناك بالك، راه 5 سنين ايرلندا وكيمشي. هادشي كله خرافات، ولكن كاينه شي حاجه ما فاهمهاش انا، ما بغاش تفهم ليا. وملي تنجيو 50 50 من المطالب ديال الطلبه 50 نقطه، 45 وانا والسيد الوزير في الحكومه وبركنا باش ناخذوه،
45 شنو بقى؟ بقى قال لك لا تعجيز ما نزلوش 6 سنين دونك عارفين بان التصنع ما تنزلوش عليها نهائيا. قال لك بغينا نشاركوا في الانتقاء في الانتقاء ديال الطلبه ملي بغيو ندوزو الكونكور خاص لي جوري نشاركوا فيه حنا كطلبه. قال لك نديرو الميموار دو تيز نديرو تيوريك ماشي براتيك. واش غادي نتيق على شي طبيب؟ كدير ليا تيو. قال لك ما نديروش ستاج في ايامات العطله. كاين شي حوايج من هادو خمسه نقط 45 نقطه كلها لقينا ليها الحل. ملي تنوصلوا لهادشي انا تبقى عندي تساؤلات كبيره لان واحد الوقت كنقولوا هادشي مابقى هو داكشي علاش ارتئينا باش نحسو من هادشي. الامتحانات راهم دازو كاين اللي دازو كاين اللي مازالين اللي جا مرحبا به واللي ما جاش زيرو وغادي تسنى لغه تخفاش. لغه تخفاش غتكون في اخر السنه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.